الجبال حصيرة. فساد وفي وجه الظلم ثم في وجه وزير العدل. قد يتساءل متسائل ما علاقة وزير العدل بقانون المالية؟ نقول له أنه عند مجالسة الهيئات التمثيلية للجهة المكلفة بالمالية صرح لهم أنه مستشار مع وزير العدل في المقتضيات الضريبية، ووزير العدل لا حق له في إبداء رأيه في مقتضيات تخص مهنة المحاماة، لأنه بصفته تلك ليس محامي، هو وزير للعدل، ووزارة العدل لا تمثل مهنة المحاماة. مهنة المحاماة يمثلها نقباؤها. من يمثل؟ ليست الوزارة الوصية لمن تمثل مهنة المحاماة. مهنة مستقلة وهي أحد أجناح العدالة. العدالة فيها السلطة القضائية والنيابة العامة وفيها المحاماة، هذوما أجنحة العدالة. أما وزارة العدل لا حق لها في تمثيل المحامي، لا حق لها في إبداء مشورات تتعلق بمهنة المحاماة. كان على وزير العدل لو كان حسن النية أن يطلب من الجهات الحكومية التي صارت على إعداد ذلك المشروع بالرجوع إلى المؤسسات التمثيلية للمحامون من خلال نقبائهم. مسألة أخرى، المقتضيات الضريبية اللي جاءت في هذا المشروع تمس بشكل مباشر وبالأساس المواطن. المواطن خاصو يوعى بخطورة هذا الأمر. كيف؟ أن المرأة مثلا في ملف النفقة عندما يتوقف أو يمسك الزوج عن الإنفاق مثلا لمدة 5 أشهر أو 6 أشهر أو ما فوق ذلك، وتأتي عند المحامي وتريد رفع دعوى المطالبة بالنفقة، بحسب قانون هذا المشروع قانون المالية تفترض على المحامي أنه يأخذ من عندك السيدة كتصبيق 6000 درهم. كيف لي أنا كرجل دفاع تلجأ لي مرة بهذه الشكيلة ومطالبة بهذا المبلغ لأنني خاصني نخلص 300 درهم؟ 300 درهم يعني نخلصها كضريبة بالصندوق بالمعادلة الضريبية تتعني أنني راني واخد 6000 درهم. 400 درهم في الاستئناف كمعادلة ضريبية تتعني أنني واخد 8000 درهم. 500 درهم على مستوى محكمة النقد كمعادلة ضريبية تعني أنني واخد 10000 درهم. للأسف وزير العدل غابت عليه أنه عندما يكون هناك ملف لزميل أو يتعرض زميل للاعتداء، المحامون تأزروه مجانا وبهذه المقتضيات، ما بقاش المؤازرة المجانية، أي الزميل ديالي ونتخلص منه، لأن الضريبة ما تتعرفش هذه الأمور. والشيء كثير، فاش نقول ملف النفقة قيسي عليه ملف نزاعات الشغل، قيسي عليه ملف حوادث الشغل، قيسي عليه ملفات كثيرة، قيسي عليه الملفات الحقوقية ديال حقوق الإنسان اللي تنوبوا أحيانا عن المعتقلين في قضايا حقوق الإنسان بشكل تطوعي، قيسي عليه قضايا ديال الصحافة اللي تنوبوا أحيانا على الصحفيين بشكل تطوعي. بالتالي أنا شنو تيبان ليا؟ أن هاد الناس بغاو يقتلوا الصورة ديال المحامي داخل المجتمع، بغاو يخليوا المواطن المحامي أنه كجابي فقط. يعني يقطعوا لك هذيك الصوره الانسانيه والرساله الانسانيه لمهنه المحاماه. تاتي مقاطعه اليوم استجابه لقرار اتخذه سيد نقيب هيئه المحامين بالدار البيضاء معيه مجلس اعضاء مجلس هيئه المحامين بالدار البيضاء وبتنسيق مع الجمعيه العموميه. هذا القرار الى شل حركه محاكم الدار البيضاء لم ياتي عبثا ولم ياتي الا بعد ان ايقنا البوار وايقنا بان وزير العدل ألغى بذلتنا ومهنتنا وكينونتنا وتواجدنا في أن أصبح يناقش ويقرر ويشرع ويشرع إلى قوانين تحتاج إلى مناقشة مستفيضة لجميع هياكل العدالة، تحتاج إلى نقاش مفتوح للبدلة السوداء. قانون يخص المهنة، وقانون يخص المواطن، وقانون يخص تواجدنا داخل محراب العدالة نمارس مهنتنا ونمارس تواجدنا ودفاعنا استجابة للمواطن الذي يبتغي حقه. فعيب أن يكون مواطن يبتغي حقه من عدالة تفرض عليه الضريبة،
نحن اليوم لسنا نقف لمصلحة شخصية وإنما نقف لمصلحة المواطن. نحن لسنا موظفين لن نتقاضى ولا نتقاضى أتعابا من دولة أو من الأغيار، إنما نتقاضى أتعابنا من موكلينا. فإن فرضت على المحامي ضريبة فهي تفرض على المواطن، المواطن المغربي، والذي المفروض أن يكون هناك تمثيلية لهذا الشعب ولهذا المواطن المغربي في قبة البرلمان، أن يحافظوا على كينونته، أن يحافظوا على تواجده، أن يحافظوا على وروجه المستنير للعدالة، لا أن يتم فرض جبايات وفرض ضريبة لتثقل كاهله أكثر من ما هو مثقل عليه بتواجده داخل محكمة يحارب ويقاتل ويناقش فقط من أجل حقه واستجلاب حقه. وقفتنا اليوم من أجل ليست في مواجهة شخص، وإنما في مواجهة قرارات، قرارات اتخذها فرد، اتخذها وزير العدل، اتخذها من لم يشارك ولم تكن له رؤية تشاركية مع مكونات العدالة بجسم القضاء وبجسم كتابة وبجسم المحاماة. وزير أصبحت قراراته فرادية، يتحكم في مصير المحاماة ويتحكم في مصير المواطن المغربي، ويفرض ما المفروض أن يحميهم داخل قبة البرلمان أصبحوا يواجهونهم بأموال و بإجبايات وبضريبة لا يمكن أن تفرض على المواطن من أجل ولوج المستنير للعدالة. يا وهبي أشنو درتي؟ يا وهبي أشنو درتي؟ لمحاماة تنكرتي؟ محاماة